اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء القمه هنا في البارك دي برانس بين باريس سان جيرمان وريال مدريد. بدايه ربيعنا هو عز شتاؤهم، البرد قارس ما نحكي لكش، ولكن باريس مشتعله على ايقاع القمه تنتظر الزوايا. تبدا المباراه، باريس سان جيرمان 1 ريال مدريد تقدم خدمات ثنائي وسط الميدان. بيجي ترجع كره مارسيلو، انت كره خطيره صعبه جدا ويغادر الحارس مرماه في دار الدفاع، يلعب كره مبابي. يا مبابي يا الجرو ام، يدخل رونالدو صعبه، بنزيما والكره من كريم بنزيما، شبكه يلعب اسينسيو، كريستيانو، رونالدو فاسكيز، واحده في خطيره بنزيما، خطيره عرضيه قريبه، يضغط لوكاس ومفاول البي جي، فمش كلام نتيجة، يرجع بالكرة سيسيو وكرة هدف، وكرة هدف كريستيانو رونالدو أو راموس لعبه مرة ضد ديبورتيفو لا كورونيا ومرة ضد كأس الأبطال، أخطاء وتمريرات غلطة، فما خطأ فما فاول، ورقة صفراء ملا، وقال جدار دي ماريا، ركنية دي ماريا، انخل الأرجنتيني في مساحات مارسيلو، وكرة في خط لسان جيرمان مع ورقة صفراء مستحقة. يمشي بابي على القائم الثاني وري، كرة صعبة على المرنجي، بول باري يعاني، والتسديدة وقريبة جدا، كوفازيتش وكارفاخا، نتيجة 0-0. ضربة في كافاني، كرة عرضية خطيرة دي ماريا، أخطر كرة في الشوط الأول، أخطر كرة باريزية في الشوط الأول، الله على لعبة المثلث، الله على مثلث برمودا، هذا باريس سان جيرمان في الشوط الأول، ضيع باريس سان جيرمان الشوط أو ربح الشوط. هنا الإجابة مع الزميل أيمن جادة والكباتة في الاستوديو هنا قريب مني في البارك الثاني، ينطلق الآن في هذه اللحظات في حديقة الأمراء بباريس في البارك دي برانس، وسيترك المساحات، كيف ستكون معادلة؟ يمشي مبابي، حتى الكرة خطيرة الفين، كرة خطيرة في الراو، موتا، منطقة الجزاء، رونالدو، والدفاع، والاندفاع العاصمي على كريستيانو، يقطع له الطريق للثنائي، يقطع له الطريق على الهدف مارسيلو جاب الكرة، الراسية خطيرة، جول، مش ممكن يا مدريد، يا كريستيانو، مغاير، خطيرة كافاني، يا كافاني، خرج كرة حلوة، وصلت الريال، الباش، جول، كريستيانو رونالدو، الطائرة الشبح، الطائرة الفانتوم، تحلق فوق أجواء توريفيل وتعمل دورة وتطلع على السين، الله على أسينسيو، فريق منحوس بالقرعة هو باري، ترجع الكرة، الناس ممكن تتنعم بمباراة سهلة على الأقل في دور 16، البي جي من دور 16 يدخل في مباراة صعبة، واصفرت ثم أحمرت وطلع الأول، فمش تسلل، عرضية جول كافاني، التعادل يضيع، فرصة أخرى للبي جي، باستوري، خافير باستوري، كافاني، وفما تسلل، بنزيما خرج وبيت وسط الميدان، ترجع بالراس خطيرة، والراسية التعادل الباريسي، التعادل البي جي عن طريق خافير باستوري. هدف التعادل لباريس سان جيرمان، هدف التعادل من توزيعة كروس على اليسار، تياغو سيلفا يقدم القدام، كرة ترجع ضرب مارسيلو، بنزيما كرة على القائم، فرصة الهدف الثاني من أسينسيو، فورلو، توني كروس، لعبها عالدو رابيو، والكرة خطيرة وفرصة، والهدف الثاني، الهدف الثاني من كازيميرو، خلاص انتهت، كازيميرو جاب الثاني، قلت لك لن تنتهي هدف لهدف، هناك الثاني في البال، هناك الثاني في العداد، والعتاد المدريدي والعناد المدريدي ينهي مباراة طريق راموس، سير الأبطال 12 ربح، زوز تعادل، زوز هزايم، والريال الثالث والقادم، إيسكو يحل الزاوية، والريال لم أغلط ولم أخطأ عندما كانوا خطيرة، والريال والقائم مرة أخرى والعارضة، الحديدة تتعرض الفونتوم، كرة خطيرة الدخلة ثم
رسميا مباراة البارك تنتهي على هذه الكرة. ريال مدريد ينتصر للمرة الأولى في تاريخه في البارك دي برانس على باريس سان جيرمان. ريال مدريد بعد 7 سنين ينتصر في الملاعب الفرنسية، يربح ذهاب وإياب بمجموع 5-2.